مساء الخير لكل الأشخاص اللي عم يتابعونا عبر قناة عبر شاشة قناة سما بلشنا الفضائية بحلقة جديدة من برنامج دوز الطبي يلي رح نتناول من خلاله اليوم أهم الدراسات والأبحاث الطبية بالإضافة لحديثنا عن الأمراض الشائعة أسبابها وطرق علاجها. وقبل ما نروح لعناوين حلقتنا رح خبركم معلومة مهمة، أحياناً بس نتعرض لجرح معين منعقبه ومنوضع اللزقة الطبية لحتى يلتئم الجرح، بس بعض الأشخاص ما بيلتئم عند الجرح بسهولة، وحسب الدراسات قال الأطباء أنه الأسباب ممكن تكون متعلقة باضطراب الجهاز المناعي أو الالتهابات الشديدة مثل السل أو فقر الدم والجفاف، بالإضافة لأمراض مزمنة مثل مرض السكري. صحيح دكتورة، هلأ حقيقة نحن يعني بيكون حتى الجرح ملوت إذا ما نظفناه منيح، وبس حطينا لزقة ممكن يزيد الموضوع، خاصة بالجروح اللي بتكون إذا كنا عم نعمل شيء برا بالجنينة وفات حديدة أو شيء، أحيانا مضطر حتى أنه ناخد إبر كزاز لحتى نحن ما يصير معنا شيء. أما هلأ خلونا نشوف العناوين سوا. بداية أسباب زيادة الوزن بالشتاء. القسطرة القلبية أنواعها وإيمت منلجأ إلها. هل يمكن للعين أنه تنصاب بالإنفلونزا؟ وأبرز الأمراض اللي بتصيب الأطفال حديثي الولادة. وختاماً شو الأطعمة اللي يمكن أنه نتناولها بدون ما نخاف من زيادة الوزن. زيادة الوزن من المشكلات الشائعة بفصل الشتاء بسبب انخفاض الحرارة اللي بتجبرنا على تناول الطعام بكميات أكبر من المعتاد ليدفى الجسم، وهذا اللي بيخلينا نخسر لياقتنا، خاصة أنه النشاط البدني كمان بيقل. لنعرف أسباب زيادة الوزن بالشتاء خلونا نتابع التقرير. انخفاض درجة الحرارة بالشتاء كتير من الصبايا والشباب بيلاحظوا انه وزنهم عم يزداد، طبعا وهالشي بسبب مشكلة لكل حدا ناطر الشتاء حتى ينزل وزنه. بنسأل حالنا كتير يا ترى شو السبب؟ البداية من زيادة تناول السعرات الحرارية، وهالشي وفقا للباحثين زيادة الوزن بالشتاء بترجع اولا لزيادة واستهلاك اكبر للأطعمة والمشروبات ذات السعرات الحرارية العالية مثل الحلويات والأطعمة عالية الدهون. ثاني سبب انه مع اقتراب فصل الشتاء بنصير اقل نشاط، وهذا الشي بيحرق عدد اقل من السعرات الحرارية يوميا، وبالتالي اكيد رح يزيد وزننا. وحتى خلال الاجازات بتساهم الالتزامات الاجتماعية وتغير درجات الحرارة بتقليل وقت النشاط البدني، والشي اللي اكيد ما كنتوا متوقعينه انه في شي اسمه الاضطراب العاطفي الموسمي، وهو نوع من الاكتئاب بيزداد بالشتاء وبتتراوح حدته من خفيفة لشديدة، بتأثر بشكل كبير على نوعية الحياة. وبتقول الدراسات انه الاضطراب العاطفي الموسمي ناتج بشكل اساسي عن التغيرات بالهرمونات والنقلات العصبية نتيجة قصر الفترات النهارية. وكمان ذكروا العلماء انه التغيرات بانماط النوم بتؤدي لزيادة الشهية والرغبة الشديدة بتناول الأطعمة الغنية بالسكر والكربوهيدرات، وهذا الشيء بيزيد كتير خلال أشهر الشتاء وبالتالي بيزيد الوزن. أول مواضيع حلقتنا لليوم هي القسطرة القلبية يلي للأسف عم نسمع أنه عن أعداد كبيرة من الناس صاروا عم يعملوها بعد معاناة طويلة مع عدم انتظام ضربات القلب وآلام الصدر وضيق بالتنفس. لهيك رح نحكي عن القسطرة، إيمت منلجأ لإلها وليش كمان. بالإضافة رح نحكي عن أنواعها والمضاعفات وبعض إجراءها ومعلومات كثيرة ونصائح مهمة مع ضيفنا بالاستديو الدكتور عمر طري اختصاصي بأمراض القلب والأوعية. أهلا وسهلا فيك دكتور، شرفتنا. أهلا وسهلا فيكم، شرفت فيكم. أهلا فيك دكتور. أهلا دكتور وسهلا. بداية خلينا نعرف شو نقصد بالقسطرة القلبية. القسطرة القلبية مثل ما في إيكو للقلب وفي تخطيط للقلب، في قسطرة لشرايين القلب وفي قسطرة لأجواف القلب، يعني هي إجراء تشخيصي لكشف أمراض القلب مثل الإيكو مثل التخطيط. بس عن طريق القسطرة فينا نعمل إجراءات أخرى علاجية، فمبدئيا هي إجراء مثل الإجراءات التشخيصية لأمراض القلب الثانية مثل إيكو الدوبلر مثل تخطيط القلب.
تمام. هاي هي القسطرة بشكل مختصر. تمام دكتور، نحن ايمت عادة من الجقلة وليش؟ يعني إذا فينا نحكي شوي ونتوسع، كتير من العالم مبهم الموضوع عنده. هلأ في كذا نوع للقسطرة القلبية، في قسطرة لشرايين القلب، وحتى في قسطرة غير قلبية مثلا لشرايين الدماغ، في قسطرة للأطراف المحيطية سواء للرجلين أو الإيدين، في قسطرة لشرايين المخ مثل ما حكينا. من الجقلة للقسطرة عادة القلبية وقت بيكون المريض عم يشكي من ألم صدرية بالدرجة الأولى، إذا كبير بالعمر عم يشكي من ألم صدري سواء على الجهد، وأحيانا حتى على الراحة ممكن يشكي من ألم صدري، أو إذا تعرض المريض لنوبة قلبية مثل احتشاء العضلة القلبية أو ما يسمى كمان المتلازمة الإكليلية الحادة اللي هي أحد أفرع الاحتشاء العضلة القلبية، فممكن نحتاج وقتها احتشاء العضلة القلبية. طبعا حتكون القسطرة إسعافية بهيك حالة. أو في حالات كمان بنعمل القسطرة مشان تشخيص بعض الآفات الخلقية عند المرضى، مثل التشوهات، مثل الفتحات اللي موجودة بالقلب والتشوهات تبع القلب الولادية، بنلجأ للقسطرة القلبية مشان نشوف ونشخص شو نوع الخلل اللي صاير بالقلب. تمام، يعني فينا نقول هي حقيقة كعلاج وكتشخيص. هلأ العلاج، القسطرة هي تشخيص، العلاج بيجي درجة تانية، يعني ما يلي القسطرة هو العلاج. يعني مثلا أنا عمل مريض عملت له قسطرة، طلع عنده فتحة بين الأذينتين لطفل مثلا. تمام. أو فتحة بين البطينين، فممكن عن طريق القسطرة كمان اعمل سكر هاي الفتحة. هلأ حديثا صار مريض عنده مشاكل تاني بالقلب مثلا، ممكن حوله للجراحة. يعني هي إجراء تشخيصي، وممكن يصير بعض الآفات علاج عن طريق القسطرة، أو المرحلة الثانية اللي هي أنه حولوا المريض للجراحة. هلأ بالنسبة للشرايين الإكليلية، تصوير الشرايين الإكليلية أو قسطرة الشرايين الإكليلية، بصير العلاج من خلالها عن طريق القسطرة. فيني أدخل دخل بوالين أو شبكات وأفتح الشريان المسدود أو الشريان المتضيق وإنهي المشكلة. هذا اللي بنسمعه أحياناً، أنه شخص ما صار عنده أزمة قلبية فعملوا له قسطرة، فهذا معناها بيكون توسيع الشرايين عفوا الإكليلية عن طريق القسطرة. تماماً، في فتح شريان وفي توسيع شريان. هلأ تكون الشريان مسدود بشكل كامل، بنعمل فتح شريان، يعني ممكن يعني ما بكون الشريان بعد منطقة الانسداد مبين نهائياً، وبندخل عن طريق القسطرة وعن طريق في أسلاك معينة، وبندخل وبنفتح هذا الشريان ونعيد التروية تماماً للشريان المسدود. وفي شرايين بتكون متضيقة بس تضيق، في درجة معينة من التضيق بنحتاج نحط لها شبكات يعني. تمام. طيب دكتور، لعملية القسطرة شو الاستعدادات اللي نحن بنعملها قبل؟ هلأ الاستعدادات قبل القسطرة مثل أي إجراء بدك تعمليه تشخيصياً. يعني مثلاً بدي أعمل لمريض اختبار جهد، لازم يجي مثلاً على الريق، هاي باختبار جهد، يحلق الأشعار، يكون موقف بعض الأدوية. كمان بالقسطرة أنه نعطي للمريض شوية تعليمات، أنه مثلاً يجي ما نأكل قبل بساعتين. أحياناً في المادة اللي منحقنها بالقسطرة ممكن تعمل تحسس ويصير يراجع المريض، فمشان ما يراجع يكون ما نأكله ساعتين أو ثلاثة. إذا عنده سكر لازم نضبط السكر، في بعض التحاليل لازم نعملها نطمن على وظيفة الكلى، لأنه المواد اللي نحن نحقنها نحن بالقسطرة بتأثر على بعض الأعضاء ومنهم الكلية، فمشان ما تأذى الكلية فمنشوف وظائف الكلية. إذا المريض عنده السكر عالي لازم نضبط السكر، إذا في حدث سي التهابية أو مريض مقرب أو مرشح وما كانت إسعافية القسطرة ممكن أجلها أنا ليطيب يعني. والحمام مثلا قبل ما يجي المريض، حلق الأشعار بمنطقة التداخل وتحضير المنطقة اللي حندخل منها. هلأ في عدة طرق، في طريق اليد، في طريق الرجل، المدخل فخذي أو مدخل كعبوري من الإيد يعني، فحسب المنطقة منحضر المريض على هالقصة. تحضيرها كتير بسيط يعني، القسطرة إجراء تشخيصي وبسيط جدا. يعني العالم تنوهم انه القسطره انه عمليه وشغله، يعني هي عباره عن اجراء تصوير مثله مثل صوره الصدر، مثل ايكو البطن، مثل ايكو القلب، يعني اجراء تشخيصي بالاخر. تمام دكتور، هل يوجد الى انواع بغض النظر عن كونها هي تشخيصيه او علاجيه؟ هلا القسطره مثل ما حكينا الى عده انواع، ممكن تكون قسطره قلبيه وممكن تكون غير قلبيه. القسطره غير القلبيه
مثل ما حكينا انه انقصر شرايين الدماغ، احيانا نضطر بقوله عنده منطقه مدم بالدماغ او تشوه بالدماغ بالشرايين، ممكن في مواد بنحطها بنسكر هاي المنطقه مشان ما تنزف، او احيانا للشرايين بالاوعيه المحيطين بالرجل او الايد كمان ندخل اذا في تضيق بالشرايين الموسعه للشرايين المحيطيه. وفي قسطره القلب، قسطره القلب نوعين، قسطره اجواف القلب وقسطره شرايين القلب، يعني احيانا نضطر نعمل التنتين مع بعض، واحيانا عند اذا في تشوه ولادي او كذا بنعمل قسطره اجواف، واذا في مرافق ممكن يكون مترافق مع تشوهات بالاوعيه تبع القلب كمان نعمل تصوير لشرايين القلب. بس عند كبار عاده هي تصوير لشرايين القلب القسطره. تمام دكتور، هل يحدث مضاعفات بعد القيام بالقسطره؟ هلا القسطره مثل اي اجراء ممكن يكون في مضاعفات، بس المضاعفات نسبتها كثير ضئيله بعد ما تطورت الوسائل اللي عم نعمل فيها القسطره والمواد اللي صارت سهله. كانت اول الاختلاطات اكثر، كانت الشغلات اللي بنستخدمها او المواد اللي بنستخدمها يعني ما انا متطوره مثل هلا. فهلا من مجموعه الادخال لما نوعيه القساطر للاسلاك اللي عم نستخدمها صارت المضاعفات اقل. طبعا في مضاعفات، ممكن يصير احيانا نزف بعد القسطره اذا تحرك المريض بكير ما ثبت رجله 6 ساعات، او حرك المكان يعني تحرك كثير، او مثلا نتيجه سعال، نتيجه كبس اثناء التبويل او اثناء التغوط، ممكن يصير هيماتوم نزف او تورم ورم دموي مكان البزل. ممكن بحالات نادره يصير مثلا نحن عم ندخل عن طريق شرايين، احيانا بتكون الشرايين متكلسه كثير تنفصل، هاي شغلات نادره جدا صارت تنفصل، بعض الصمات او بعض قطع الكلس تطلع وتاذي الدماغ او تاذي مناطق ثانيه من الجسم، تطلق صمات يعني نتيجه انفصال بعض صفائح الكلس من الشرايين، او ممكن تعمل اختلاط كثير نادر. وباقي الاختلاطات صارت كثير محدوده هلا بالوقت الراهن، الا اذا المريض كان مانه متعاون. احيانا بصير اذا مانك محضر المريض منيح ممكن يصير مثلا تتاثر وظيفه الكليه، احيانا بصير المريض بتحسس من الماده اللي عم نحقنها الماده الضليله، بس كله ضمن هلا الظروف اللي موجوده بنقدر نسيطر عليها، وبسيطه كثير التعامل معها، بسيط كثير التعامل معها. تمام كثير. دكتور اثناء الحديث ذكرت مرادف البالون اللي هو لتوسيع الشرايين الاكليليه، هل كلمه القسطره او مرادف للقسطره هو البالون ام شيئين مختلفين تماما؟ هلا البالون، القسطره هي وسيله تشخيصيه، البالون شغله ثانيه تماما. البالون بدخل عن طريق القسطره بالبالون وبوسع الشريان المنصاب، بفوت بعيش القسطره بتضل برا ما بتفوت على قلب الشريان، اما البالون بفوت على قلب الشريان على منطقه التضيق. تمام، وبننفخ هذا البالون حتى نوسع هذا الشريان. هلا كانوا اول اذا توسع الشريان الى درجه، هاي قديما اذا توسع الشريان الى درجه معينه منيحه وكان جريان الدم فيه منيح بدون تاذي الشريان كانوا يتركوه سابقا. هلا ما عاد حدا يعني ما يعني لقوا انه نسبه التضيق عم ترجع هاي اذا تركناه بدون شبكه، فصاروا يحطوا هلا شبكات بتدعم الشريان بحيث انه يضل مفتوح. تمام. لذلك بيقولوا له دعامه ببعض المناطق للشبكه بيقولوا له دعامه، فصاروا هلا المنطقه اللي فالبالون مختلف تماما عن القسطره. البالون وسيله علاجيه. تمام، القسطرة قد تكون تشخيصية وعلاجية. عن طريق القسطرة نحن منفوت منعالج. تماما. القسطرة ما بتعالج. هي كوسيلة فقط. القسطرة بتشخص، بس عن طريق القسطرة، القسطرة هي عبارة عن أنبوب واصل من برا الجسم لعلى شرايين القلب. تمام، عم يحقن مواد، عم شوف وين التضيق. هلا أنا لقيت تضيق عن طريق القسطرة، فوت سلك، بركب عليه بالون، فوت البالون لمنطقة التضيق، بركب على البالون منفاخ وبنفخه من برا. تمام. تمام. وبعدين ننفس البالون وبسحب وشوف الشريان شو صار فيه، بسحب البالون اضطريت احط شبكه، فوت بالشبكه الى بالون كمان، فوت بالشبكه كمان، بنفخ بالون الشبكه، بتكون الشبكه لزقانه بالقطره ضيق والبالون منفس بقلبها. تمام، نفخت البالون فتحت الشبكه، نفست البالون ضلت الشبكه فاتحه، بطلع بالبالون ضلت الشبكه جوا. تمام. سبحان من علم الانسان ما لم يعلم عن جد. طيب دكتور انت بنلجا للبالون نحن؟ شو الحالات اللي بنلجأ فيها؟ هلا بلجأ للبالون اذا مثلا انا لقيت تضيق شديد بالشريان
الشبكة ما حقدر فوت فيها، تمام؟ ففوت بحضر الشريان بهذا البالون، ببلش بوالين صغيرة مشانش كمان الشريان إذا متكلس كتير مشان ما يصير أذى للشريان أو ينسقب الشريان، تمام؟ فبوسع الشريان بالون صغير بعدين أكبر مشان أقدر حط الشبكة بدون ما يتأذى الشريان، بعدين أنفخ الشبكة وكون مرور الشبكة أسهل وبكون تأذي الشريان أقل إذا حضرته ببالون مناسب. هاي واحدة. والشغلة الثانية اللي بستخدم فيها بالون في بوالين اسمها انسي أو عالية الضغط، أنا حطيت شبكة ما فتحت منيح فأشوف فوت بالون أقوى من بالون الشبكة وبفتح بضغط عالي مشان تاخد شكلها اللي لازم تاخده الشبكة مشان يكون الشريان مفتوح بشكل صحيح، يعني مشان فتح الشبكة بشكل جيد ومشان دخول الشبكة بشكل جيد. وأحياناً بستخدم البالون وقت اللي بيكون التضيق شديد وما بقدر أنا فوت بالسلك، فبدعم السلك ببالون مشان السلك لأنه هو طري فبصير يلف وقت، فبفوت بالون أنا بحيث أنه يوجهه للسلك يفوت على منطقة التضيق. يعني هدول الاستعمالات أهم شيء اللي بنستعملهم بالبالون اللي بيفيدنا فيهن البالون أثناء القسطرة وأثناء إجراء التوسيع. طب دكتور، ما زال نحن عم نقول إنه الشبكة هي الأفضل كنتائج مستقبلية عن البالون واللي هي بتدعم التوسيع اللي أنتوا حضرتكم تدعم تخلي الشريان، يعني بتسند الشريان بحيث إنه ما يرجع يتضيق منه. تمام. هل يوجد حالات معينة أنا ممكن ما ركب فيها شبكة أو ما بتفضلوا كأطباء قلبي إنكم تركبوا فيها شبكات؟ طبعا كل شيء له استطبابه. هلا في شغلات قلت لك، أول كانوا يوسعوا بالبالون لقوا الجريان صار منيح، لقوا الشريان صار منيح، ما كانوا يحطوا شيء، بس هلا صار انه لازم تحط شبكه. البالون غير كافي لحاله الا في حالات، مثلا انا لقيت شريان صغير قطره مهم يعني عم يعمل اعراض وقطره صغير وما في شبكه قياسه، فبحط بنفخه بالبالون بحيث انه اعمل تلطيف لاعراض المريض، تمام؟ ففي هاي حالات كتير بسيطه انه اللي ما بحط فيها شبكه بس بكتفي بالبالون، او انه احيانا بكون الشبكه راكبه من قبل وصار فيها تضيق ممكن احتاج بالون دوائي، بالون دوائي من له نرجع نوسع الشبكه المزروعه، تمام؟ فهون بس بحتاج بالون ما بحمشان ما احط شبكه تاني فوق الشبكه القديمه، فممكن احتاج بالون وغالبا بكون بالون دوائي مشان وسع الشبكه المزروعه سابقا وتضيقي. تمام. طيب دكتور، شو هي الشبكه القلبيه او الدعامه القلبيه؟ هلا في حالات كمان، عفوا بس انه مشان البالون مشان نكمل، في حالات بنوسع فيها الصمامات تبع القلب بالبالون، مو بس يعني هلا في عندك توسيع الصمام الرئوي بالبالون وفي عندك توسيع الصمام التاجي بالبالون. تمام. هلا كنت عم تسالينا عن الشبكه او الدعامه القلبيه. الشبكه هي عباره عن ماده معدنيه او اسلاك معدنيه ملفوفه بشكل اسطواني، في إلى فراغات بين هالاسلاك، تمام؟ بتكون مركبه ومضبوبه على بالون، البالون منفس او بالون استعماله منفوخ، تمام؟ له قطر معين، له اقطار معينه. هاي الشبكه وقت اللي انا بفوت على الشريان وبحطها بمنطقه التضيق حانفخ البالون تبعها، فالوقت اللي بنفخ البالون هي معدن حتنفتح فبنفس البالون، هي بس بتضل مفتوحه وبتسحب البالون وبطلع، فبتضل ساند جدور الشريان فما بيرجع بعود، بيرجع بيتضيق الشريان. اما بالبالون ممكن اذا نفخت بالبالون وطلعت بعد شوي يرجع صحيح الشريان طيب. الشريان يتضيق. تمام. طب دكتور، هي الشبكات اللي نحن لما بنركبها كثير من الاشخاص بيحبوا يعرفوا انه انا في داعي اني اعيدها، هل يوجد عمر معين لهي الشبكة؟ فلنفترض مثل المفاصل الصناعية بعد 10 15 20 سنة بضطر انه انا اغيرها او بدلها. ما في شيء ما له عمر، هي حتى هو اساسا وقت اللي ركب شبكة شرايينه الأصلية اللي الله خالقها مثل ما بيقولوا ضيقة. صحيح. فكمان هي بس انا بقدر ما بكون انا مهتم للموضوع ممكن يطول عمره للشبكة. قصدك كمريض ام كطبيب؟ لا هو كمريض. تمام. يعني أنا مريض عندي سكري، مريض مدخن، مريض عندي شحوم كوليسترول، عندي في عوامل خطر اللي خلت الشرايين تتضيق بالأساس. أنا كل ما عدلت عوامل الخطر اللي أساساً هي خلت شراييني أنه تتضيق أو يصير فيها تصلب شرايين، تمام؟ كل ما عاشت الشبكة أكثر، كل ما التزمت أنا بأدويتي المميعة وأدوية الضغط وزبطت أموري حتعيش الشبكة أكثر.
أنا بعرف في مرضى عمل لهم شبكات من 20 سنة، قلت لهم قسطرة، ثاني مرة لقيت شرايين الشبكات لسه مثل ما هي، بس الشريان تضيق بمنطقة تانية تماما قبل الشبكة أو بعد الشبكة أو بشريان تاني. كان مهتم المريض وملتزم بأدويته وعدل عوامل الخطر اللي عنده وعاشت معه 20 سنة، وممكن تعيش العمر كله مثل أي مثل الشريان الطبيعي إذا اهتم فيها. إذا ما اهتم بجوز بعد 6 شهور يتكلف مرتها، بجوز بعد 6 شهور، بجوز بعد سنة يرجع يحط شبكة تانية وتالتة، بتشوفي والله أنه عمل شبكة من 2 سنين وهلأ حطوا له شبكتين تانية. فبتصير هاي القصة حسب اهتمامه المريض وحسب التزامه بالأدوية وحسب اهتمامه بصحته الشخصية. صحيح، الوعي الطبي كتير مهم بهيك شغلات. تمام دكتور. طيب نحن في حالة شو هي، أو هي شو هي الحالات اللي أنتم ما بترضوا تركبوا فيها الشبكة القلبية؟ هلأ في شغلات أصلاً ما لازم نركب فيها شبكة. يعني أنا لقيت في استطباب للجراحة، في علاج بالشبكات وفي علاج جراحي لأمراض الشرايين القلبية أو الإكليلية. يعني أنا فتت لقيت كذا تضيق، أكثر من تضيق. يعني المريض هذا إذا بدك تحطي له شبكات بده 6 شبكات، صح؟ فما حاعطي له شبكات، هذا لازم يتحول على الجراحة. إذا لقيت مثلا إصابة بالشريان الرئيسي تبع الجانب الأيسر، هذا لازم الأفضل لأله الجراحة. ولو أنه هلا عم يقولوا أنه الشبكات مثل الجراحة، بس في شغلات لازم نبعته على الجراحة. إذا لقيت تضيق بعدة شرايين، ما كمان هذا جراحة. إذا كانت الشرايين رفيعة ما بقدر أحط لها شبكات، يعني في قياس محدد، لأنه هي الشبكة صغيرة كتير حتسكر بعد فترة. لأنه فلذلك إذا الشريان صغير أقل من مثلا 2 ميلي، ما حلاقي شبكة قياس ويتركب شبكة ولو كان ضيق. مثل ما قلت هم بنفخوا بالبالون مثلا كعلاج ملطف، وبكمل بالأدوية. يعني علاج بالدواء كمان مهم كتير بإصابة الشرايين الإكليلية. تمام. طب دكتور نحكي شوي مع بعد إجراء الشبكة، شو المريض بده يضل على مميعات، ياخد أدوية معينة، يستمر عليها مدى الحياة أم لفترة معينة؟ هلأ في قواعد علمية وفي قواعد يعني للموضوع. حسب نوع الشبكة في مدة معينة لأخذ المميعات، بس الأسبرين أكيد حياخده على طول مدى بس الحياة. مع الأسبرين بكون في أدوية مميعة تانية خاصة للشبكة، من إلا كلوبيدوغريل أو برازوغريل، في كذا نوع لهم، هدول لازم ينعطوا بالشكل حسب نوع الشبكة. يعني مثلاً إذا شبكة دوائية أو غير دوائية، هلأ غير الدوائية ما عاد استعملناها كتير، فالشبكات الدوائية حسب نوعها. هلأ صار في منهم بيحتاجوا شهر، في منهم بيحتاجوا 6 شهور، في منهم بيحتاجوا 1.5 سنة. شو بنقصد فيهم الشبكات الدوائية دكتور؟ الشبكات الدوائية لقوا أنه نسبة عودة التضيق على الشبكات الدوائية أقل من الشبكات العادية، لذلك اتجهوا للشبكات الدوائية مشان يقللوا نسبة التضيق على الشريان اللي محطوط له شبكة. اللي هي الشبكة الدوائية عبارة عن شبكة عادية بس محطوط إلى مادة دوائية. هاي المادة الدوائية من نفس أدوية، من الأدوية اللي بنستخدمها بعلاج السرطان، بتمنع أنه يتكاثر الشريان أو الخلايا ضمن هالشبكة مشان ما تسكر. أوكي. هي إلى عمر محدد هاي المادة الدوائية بتنطرح ببطء، تمام، لبين ما تنطمر هاي الشبكة وتصير من أساس الشريان، ما يضيق عليها الشريان بسرعة. فبحطوا هاي المادة الدوائية بتأخر تكاثر الخلايا اللي بتغطي أو بتغلف هاي الشبكة، بتأخرها فبأخروا تضيق الشبكة، تمام. فهي الشبكة بيكون في حفر بقلب الأسلاك تبع الشبكة ومحطوط فيها هذا الدواء اللي مثل ما حكينا، لذلك يقال أنه بيقولوا لشبكة دوائية. كانوا أول هاي قبل، بس الشبكات القديمة ما فيها أدوية، اسمها معدنية، تمام، ميتال ستينت. دكتور قبل شوي ذكرنا أنه ممكن الشخص يرجع يعمل قسطرة إذا ما حافظ عليها. طب شو هي العوامل اللي ممكن تأثر من عمر القسطرة القلبية أو الشبكة؟ أي مثل ما حكينا، إذا المريض عنده في للتصلب الشرايين في عوامل خطر مثل ما حكينا. يعني واحد بدخن كتير هيفي سموكينج، عنده اضطراب بشحوم الدم، ارتفاع بالكوليسترول، ارتفاع بالشحوم الثلاثي، في عنده زيادة وزن، في عنده ضغط، في عنده سكري، هاي كلهم بأهبه أنه مثل ما حكينا للشرايين الأساسية تبعه الضيقي. فأنت وقت بتحط شبكة وما بدك تدير بالك على هدول اللي سببوا تضيق الشرايين، حتى الشبكة ما حتستفيد منها إلا فترة، الشيء المرجو من الشبكة ما حيكون ضابط 100%. لذلك لازم تعدل هدول
عوامل الخطر. وإذا مثلا أنا واصف لك دواء للضغط، واصف لك دواء مميع، دواء مضاد أسبرين كذا، وصرت أنت هاي الأدوية يوم تاخده يوم ما تاخده كذا، كمان حتأثر على الشبكة، وحت ممكن يصير خسارة على الشبكة إذا صحيح. أنا وقفت التمييع، ويصير يعني الخسارة كارثي بالنسبة للشبكة، يعني احتشاء عضلة القلبية يعني صحيح. يعني فوتي كبيرة. إلى أول ما لآخر. إيه والله تمام. فوتي خسارة الشبكة كتير شغلة صعبة يعني. فيعني لازم يحافظ عليهم لحتى ما يرجع. بده يعدل هدول الأسباب اللي سببت عنده المشكلة، يعني يضبط السكر، يخفف وزنه، يعالج شحوم الدم والكوليسترول، يعني يلتزم بالأدوية المميعة، يمارس رياضة خفيفة، ينتبه لأكله، بتعيش الشبكة مثل أي يعني الشريان المزروع على الشبكة مثل الشريان الثاني إذا التزم ب الأدوية وعدل أو عكس العوامل اللي أدت لوضع الشبكة. تمام. دكتور عمر شكراً كتير لوجودك معنا اليوم بهي الحلقة، شكراً كتير لهالمعلومات ولحتى سعد المشاهدين، كتير من الشغلات المغلوطة أساساً صح. كانت عندهم. يخلي لي أدمك الله يسلمكم يا رب. شكراً. من المعروف أنه الإنفلونزا بتصيب الجهاز التنفسي، لكن معقول أنه العين كمان تنصاب بالإنفلونزا؟ هذا الشيء صحيح. لنعرف أكثر عن هالموضوع وطرق الوقاية منه خلونا نتابع سوا هالتقرير. كثير بنسمع أنه الإنفلونزا بتصيب الجهاز التنفسي، ولكن الدراسات العلمية لليوم عم تخبرنا أنها ممكن تصيب العيون. لما بتنتقل العدوى الفيروسية المسببة للإنفلونزا للجسم ما بيتضرر الجهاز التنفسي فقط، وكمان أضافت الدراسة أنه العدوى بتتأثر بأعضاء تانية من بينها العين، فبتنصاب بالتهاب الملتحمة يلي بتصير بسبب فرك العين بعد ملامسة الأسطح يلي بتعيش عليها الفيروسات شديدة المقاومة. ووضحت الدراسة أنه أعراض العدوى بتتمثل بإحمرار العين وزيادة الإفرازات الدمعية والحكة والحساسية للضوء وتورم الغدد الليمفاوية بالأذن وتدهور الرؤية، نظراً لأن القرنية لجانب الملتحمة العين تتعرض للالتهاب والإعتام. ولكن الدراسات ما وقفت هون، وإنما خبرتنا عن معدل الإصابة بإنفلونزا العيون حول العالم، وقالت أنه ما يقارب 658 شخص سنوياً حول العالم بيتعرضوا للإصابة فيها. ومن الفئة الأكثر عرضة للإصابة بإنفلونزا العيون بتشيع بين الأشخاص اللي بيعانوا من ضعف الجهاز المناعي، وأهم الأعراض هي إحمرار العين، الحكة، ألم في العين، تورم الجفون، تشويش الرؤية، والحساسية للضوء، والحمى، والصداع، وآلام الجسم، والضعف العام. وبتظهر أعراض إنفلونزا العيون بعد أسبوعين من الإصابة، وبتستمر ضبابية الرؤية بعد التعافي لمدة أسابيع بحال نادرة، وبتسبب ضرر دائم بالقرنية بيؤدي تدريجياً لضعف النظر. والدراسات قالت أنه من الأفضل البقاء بالمنزل عند الإصابة بإنفلونزا العيون، لأنه هذا المرض شديد العدوى وبينتقل للآخرين عن طريق المصافحة أو ملامسة الأسطح مثل مقابض الأبواب، ولكن بتم العلاج عن طريق قطرات العين والكمادات الباردة. وأكد الخبراء أن المضادات الحيوية ما بتكون نافعة دائما بسبب مقاومة الفيروس لإلها. ولكن بالختام رح نخبركم عن بعض النصائح المهمة، ومنها تجنب لمس العين خارج المنزل، غسل اليدين باستمرار خاصة بعد ملامسة بعض الأسطح، ويجب على النساء عدم التشارك بمستحضرات التجميل المخصصة للعين. بيعاني أغلب الأطفال حديثي الولادة من أمراض معينة بيضلوا على أثرها فترة طويلة بالحاضنة، وبيحتاجوا خلال هالفترة لرعاية خاصة، وطبعاً الأهل بيكونوا متخوفين جداً من المضاعفات اللي ممكن تصيب الطفل. لهيك اليوم رح نخصص موضوعنا التالي لنحكي عن أبرز الأمراض يلي ممكن تصيب الأطفال حديثي الولادة، نعرف شو أسبابها، كيف بيتم التعامل معها خلال فترة وجودهم بالحاضنة. تفاصيل وأجوبة كتيرة رح نتعرف عليهم مع الاختصاصي بأمراض الأطفال والرضع وحديثي الولادة الدكتور ظافر سلام. أهلا وسهلا فيك دكتور معنا لليوم. مساء الخير. مساء النور. دكتور نحكي بداية عن شو هي أشع الأمراض اللي أنت عم تصادفها عند خلينا نقول الولدان حديثي الولادة، أو حتى ممكن الخدج اللي هلأ دغري يعني هلأ جاي نايم شرفي هلأ بدنا نبلش تمام. نحن عنا طبعا في فرق بين الخدج وحديثين الولادة تمام الحمل. أكيد بالخدج أكثر شيء منشوفه طبعا هني معلش الخدج مشان أنه هني اللي بولدوا قبل وقتهم اللي جايين قبل بوقت. نحن بتعرفي نحن تمام الحمل هو 36 اسبوع، بس عاده هو دون 32 اسبوع يعني تمام ما دخلوا
شو الثامن دخلوا شو ما دخلوا كله دخل. فنحن المشاكل الخدج اللي بنعاني منها كثير هي في مرض بسموه داقشي الهلامية، او نحن انه الرئتين الشائعه هن مو مكتملين عند الخدج، فهي اكثر مشكله بنشوفها عند الخدج. هلا عند تمام الحمل في مشاكل ثانيه مختلفه تمام، طبعا مو بس نحن داء الاشعه عند الخدج، بس هو الاشعه نحن عم نحكي. هلا عند تمام الحمل بتلاقي في شيء اسمه ذوات الرئه الولاديه، في شيء اسمه ارتفاع ضغط الشريان الرئوي اللي بيجي بالقلب عند الاطفال، في شيء اسمه الاشعه اللي بنشوفه شيء اسمه الزله العابره او الرئه المبلوله، اللي هي اكثر شيء بنشوفه عند تمام الحمل، هي عباره عن انه الرئتين بيكونوا ما نشفوا كثير منيح فبيعملوا المشكله كلها بعضها. طبعا في مشاكل ثانيه كثير، بس احنا هول الاشياء اللي عم نحكي عنه. اوكي طيب دكتور، خلينا ناخذ لمحه عن كل مرض، لمحه بسيطه عن كل مرض. اول شيء نحن بنخدج هو داء الاغشيه الهلاميه، او نحن انه بيكونوا الرئتين ما اكتملوا، في ماده بتعرفي الاطباق بتعرفوا هي السرفكتنت اللي بتنطرح باخر الحمل، وهي بتخلي النسيج الرئوي يفرد، هاي الاسناخ بتصير، لانه بتعرفي الاسناخ هي بتكون مثل بالونات صغيره بالرئتين، ففي شيء بيفردها ما تضل مضبوط على بعضها، هاي الماده اسمها السرفكتنت، فهي باخر الحمل بتصير. فنحن اذا الخدج ما كان عنده هالماده مطروحه بشكل كامل، فبيعاني من شيء اسمه داء الاغشيه الهلاميه او عدم اكتمال الرئتين. فهول اكثر شيء بنشوفه عند الخدج، طبعا محتاجوا عنايات كثير طويله بالمشافي، ممكن يحتاجوا حتى ادويه خاصه لحتى نقدر نساعد الرئتين يكتملوا. طبعا كل ما كان ما دخلت الثامن وسابع مشان نحكي، كل ما كان عمر العمل اقل كل ما كان اصعب التعامل والنجاه اقل. تمام يعني احنا اكيد السابع هن اصعب من الثامن، اذا اجى سادس اصعب من السابع والثامن، يعني فهي مقوله تبع السابع بينجو والثامن لا، هذه حكي بس بنسمع عن 6 و6 الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. هلا هاي بنشوفها اكثر شيء عند الخدج، طبعا في مشاكل ثانيه عند الخدج غير هدول مثل ما قلت لك، يعني حتى ذوات الرئه بنشوفها عند الخدج اكيد. هلا عند تمام الحمل في شيء الاشعه هو الرئه المبلوله، انه بتكون الرئتين وقت اللي طلع الجنين ما نشفوا على الاخير، ضل شيء بالرئتين موجود، فهذا المي اللي بالرئتين ممكن تحتاج لحتى تنشف الرئتين تحتاج يوم يومين ثلاثه لحتى ننشفها، نحن بنسميها الزله العابره عند الوليد، وعاده بيقعدوا يوم لثلاث ايام، ما كثير بيتعبونا هول المرضى، بيتعبوا اهلهم اكثر مننا نحن، بالنسبه لنا هول اريح شيء عندنا بالمشافي، بيكون ما بيحتاجوا اجراءات كثير قويه طبعا لحتى ينفذوا منا. هلا ذات الرئه الولاديه اللي كثرت اخر فتره من هاي، وهي اللي اكثر شيء بنعاني منها عند تمام الحمل. هلا ذوات الرئه الولاديه انه بيجي عندك التهاب على الرئه، هذا الالتهاب طبعا هو منتقل من الام، واكيد لانه في ناس بيقولوا المشفى، وطبعا مشاكل المشافي اكيد مو بهالعمر بتصير. احنا عانينا من الفتره الاخيره كثير بسبب الكورونا، لانه الامهات اللي كانوا حاملين كورونا باخر الحمل اجانا كثير اولاد عندهم ذوات رئه اولاديه، وهول بيحتاجوا اجراءات كثير طويله، ممكن يحتاجوا فترات طويله بمشافي لحتى يتعافوا من هالشيء، ممكن عم يقعدوا اسبوعين وثلاثه لحتى يوصلوا للشفاء الكامل. هلا في عندك شيء ثاني، نحن عند تمام الحمل غير مشكلة قلت لك الرئة المبلولة، في عندك شيء اسمه ارتفاع التوتر الرئوي البدئي، طبعا هذا قليل لنشوفه. احنا اثناء الحمل بيكون في شيء اسمه دوران جنيني، بيكون مسؤول عن تغذية الاكسجين مو القلب، هي المشيمة تمام بتروح عن طريق الحبل السري، وهي بتغذي القلب مثله مثل اي عضو ثاني، بس يولد الطفل بيقلب الدوران من هالدوران اللي هو ضمن البطن اللي هي مسؤول عن التغذية هو المشيمة للقلب، هو اللي بده يصير يعطي الاكسجين، فاذا هالدوران ما انقلب هذا بسموه بقاء دوران جنيني، فهذا بيعمل لك مشكلة ارتفاع ضغط بالشريان اللي بتضخ الأكسجين على الرئة، اللي هو المفروض أنه ينزل بهالوقت، نحن وقت بيكون بالبطن هو ضخه كتير عالي، فهذا بينزل فوراً بعد الولادة، إذا ما نزل بيعملنا هالمشكلة. طبعاً هي مشكلة بنعتبرها مشكلة صعبة عند تمام الحمل، وبيحتاجوا إجراءات، بس بالنهاية طبعاً يعني في كتير منهم بينفذوا لأنه حجمهم كتير بيساعدنا. في مشاكل تانية أقل، مثلاً نقص السكر، خصوصاً ولدان الأم السكرية اللي بيعانوا منها كثير، لانه بس تكون امها عندها سكريه وسكرها منه مضبوط اثناء الحمل، بس يولد الجنين بيطلع بصير عنده نقص سكر، لانه الانسولين بيكون عالي فبنزل له سكر، وبتعرفي الانسولين عند الام عالي فبنتقل، فبنعاني منها طبعا عند ام ولدان ام سكريه. في عندك اشياء ثانيه مثلا هلا مثل نقص الكلس، عندك اليرقان الولادي المبكر، وهذا مشكله كثير بنشوفها، وهذا انا اللي جاي اسالك عنه، لنخصص هيك وقت كرمال الامهات الاجداد كثير بخافوا منه حقيقه، من ستي وستك مثل ما تفضل دكتور، بيقوم نحكي عن اليرقان الولادي، حطيه تحت الضوء ليمشي الحال، كبده ما اكتمل، من هالجمل الشائعه تومي ما تومي تومي مع ريحه تماما. سو نخصص وقت شوي نحكي عن اليرقان الولادي عند حديثي الولاده او عن تمام الحمل، لانه الخدج بصير موضوع ثاني تماما، نحكي شوي عنه كيف طرق علاجه، شو اسبابه حتى. هلا نحن اول شيء اليرقان الولادي هو من اكثر مشاكل تشوفي عند، او لنقول هي اكثر العلامات، ما
ما بنعرفوا المشكله لانه اغلبهم ما عندهم مشاكل. نحن 40% من تمام الحمل و 60% من الخدش بيجيهم يرقان. هذا عاده بيظهر باليوم، طبعا احنا ما بنحكي عن مبكر او مبكر، هذه حاله احنا عم نحكي العادي اللي متداول اكثر شيء. عاده بنشوفه باليوم الثاني الثالث وبياخذ للسبع ايام بيتراجع. اغلبهم بيمر مرور كرام بدون مشاكل، واغلب يعني ما بيحتاجوا اجراءات حتى طبيه. طبعا نحن اكيد التغذيه المنيحه بتساعد انه ما يرتفع الرئام بشكل كثير كبير. عاده اليرقان العادي الفيزيولوجي الطبيعي ما له قيمه من الناحيه الطبيه. هلا وين في مشاكل باليرقان؟ اذا كان في عندك يعني في شيء عوامل خطوره. اول عوامل الخطوره اللي عند اليرقان هي اذا كان في تنافر زمر بين الام والجنين، يعني اذا مثلا الام سلبي والجنين ايجابي اللي ولدان هلا، او الام او والطفل ا او ب، فهي بسموها تنافر ا ب او. طبعا هاي مشكله ممكن نعاني منها. طبعا في عندنا امراض دمويه ممكن تعمل لك يرقان اذا كان عندك فول بالعاده، فوال، انحلال دم بالفول، بتعرفي هذا بنسميه فوال. فهول الاطفال بيعانوا من رقان ممكن يرتفع كثير. اذا عندك امراض دمويه ثانيه، منجلي، تلاسيميا، اذا في قصور درق. وعند الام طبعا بنشوفه، طبعا هول دائما احنا بس تولد ام نسال اذا عندكم مشكله بالعائله. اذا لقينا هالمشاكل، مثلا لقينا الام او ايجابي مثلا او سلبيه، او لقينا انه عندنا هيك امراض، بنوصي الاهل انتبهوا على الرئام وراقبوه. وما بدنا نحله بشويه بيقول لك مي وسكر ومي التفاح، طبعا هي ما نحل للرقان، لانه احنا الرقان يعني هو يعني اذا تطور ممكن يعمل اذيات. فنحن بنقول له انتبهوا عليه اذا عيونه على وشه. طبعا هي رقان عادي، بس هو لانه بيبدا من العيون وبنزل لتحت للرجلين، فاذا نزل لتحت ممكن نحتاج تحاليل، ممكن نحتاج اجراءات ضمير مشافي. يعني خرج مشافي مع الدكتور لحتى انا اقول ما له خطر. شلون؟ لوين ممكن يوصل؟ هلا اذا انت نحن عاده اذا كان وصل للرقبه فبكون اذا حلت بحدود الخمسه، اذا للصر 10، اما اذا نزل لكعب الرجل فهو 15 وما فوق. نحن هذا صفه هو يحتاج اجراء طبي. بصير بخاف. هلا اجراء طبي. تمام. يعني احنا ما فينا نقول هاي الاجراءات المنزليه بدها تصير. تمام. عرفتي؟ في شيء ثاني مهم باليرقان، هو اليرقان بيجي على بكير باول 24 ساعه. هلا هاد كله منه طبيعي. يعني دائما احنا اليرقان المبكر كثير في منهم بيناموا بالحواضن. هذا اسبابه مثل ما قلت لك، سواء تنافر الزمر، سواء اذا كان عندك مشكله غده عند الام. يعني هاي الشغلات بتخليك انه يجي يرقان على بكير، وهذا بنكون نحن حذرين لانه بنشتغل فيه بالساعه. تمام. يعني بتعرفي نحن قالوا تواتر، نحن بصير ايام كل ساعتين ثلاثه نراقب التحليل. صحيح. اذا لقينا تواتره عم يزيد حتى لو ارقامه عاليه من نيم بالحواضن، مشان ما وصل لتبديل دم. تمام. لانه هو ممكن حتى نبدل دم. صحيح هو اجراء قاسي، بس نحن عم ننقذ الطفل. صحيح. وهذا اللي بدي اساله، شلون بياثر على الرضيع اليرقان؟ هلا نحن التاثير هو شيء، في شيء اسمه اليرقان النووي. هلا اذا ارتفع الارقام كثير عاليه اليرقان، طبعا حتى الارقام العاليه بتتعلق بوزن الطفل وبعمر الطفل وبالعوامل الخطوره، نحن هي كلها بنجمعها مع بعضها بس نسال عن اليرقان، فممكن يعمل اذيه. هاي الماده البيلوروبين هي مثل الملح بالنهايه. انا بقول للاهل هو مثل الملح، بده يستقرب من عن طريق البول، فاذا هالماده ارتفعت فبتعبر الحاجز الدماغي، لانه احنا باول اسبوع ما بيكون اكتمل الحاجز الدماغي، فبتعمل ممكن تعمل لك ترسبات في شيء اسمه النويات القاعديه، ممكن يعمل لك شيء اسمه اليرقان النووي، وطبعا هاي اذيه حياتيه دائما. يعني مشكله كثير كبيره. اول شيء ما يخافوا العالم، هي شغله كثير قليله نادره جدا، وبكون منتبه على ابنه من اوله وما بيهمل الموضوع، اكيد ما راح يوصل لهالشيء وما عاد شفناها. وبالمناسبه حتى تبديل الدم نحن صار في عندنا اجراءات كثير متطوره موجوده بالبلد، يعني ما نطلع يعني عم تجنبنا كثير بالقديم. وقت اللي كنا من 20 سنه او 30 سنه ما عندنا اجراءات نبدل الدم، ما عندي معالجه ضوئيه بسيطه. هلا في عندك اجهزه كثير متطوره، في غواصات بتعطي تركيز كثير عالي بمعالجات ضوئيه بحيث انك ما توصلي لشيء اسمه تبديل الدم. حتى في نحن في اجراءات بنشتغلها طبيه ثانيه بتجنبنا هالموضوع. كقابطات للبيلوروبين وهيك شيء؟ لا، نحن بنستعمل يعني مثلا مثل ممكن الالبومين بيساعد على اطراح هاي، ممكن صحيح. نعطي ايام اذا لقينا في عندنا مشكله ما انحلالي مناعي، ممكن تشتغل الاسترويدات الكورتيزونات اللي بتوقف لك المشكله. نحن عندنا كثير اجراءات بحيث انه ما وصل لشيء اسمه تبديل دم. هلا بالنهايه حتى تبديل الدم هو اجراء موجود طبي مثل اي شيء بالعالم. صحيح. بينقذ الطفل من الاذيات، يعني هو منه خطر سمحني. هو منه خطر تبديل الدم، بس احنا بنعتبره اجراء كبير. تمام. يعني شلون جراحات القلب الكبيره، هذا اجراء كبير بطب الاطفال، اجراء كبير بصراحه. يعني مشان ما يعني احنا اجراءاتنا الاطباء دائما اجراءاتنا بسيطه طبعا، الاطفال ما لنا كثير كبير، بس هذا اجراء كبير. تماما. طب دكتور شو دور الحاضنه بهيك حاله، بهذا المرض اجمالا، شو دور الحاضنه؟ انت قصدك عن كاليرقان؟ المعالجات الضوئيه كمعالجه ضوئيه طبعا. قلت لك برجع بقول لك هي معالجات ضوئيه،
اللي هي امواج ضوئيه خاصه مو نيونه ولا ليد بيحطوها فوق الطفل تحت المسكين حرام البوبو تحت الضوء اللي واقف فيه ينام ليد بيشتروا ليد خصوصي ليد طبعا هي لها امواج خاصه لها عيارات محدده نحن المعالجات الضوئيه كثير محدده حتى مسافه بعدها عن الطفل محسوبه بالنسبه لنا حتى هي المعالجات الضوئيه نحن بنحمي العيون ونحمي جهاز التناسلي حتى الازيات على الموضوع تمام يعني حتى ممكن تاذي العيون اذا انت مثلا عيون الطفل مكشوفه حتى برجع بقول لك هي المسافه حتى تركيز هلا في معالجات ضوئيه جديده صغيره كثير بتلاقيها غير القديمه النيونات الكبيره تمام فهي بتتلزق وين ما كان بالحاضنه وإلى حسب حجم الطفل بنعطيه كميته هلا نعرف انه الطفل الرضيع انه بيكون حساس للاكل للشرب لاي شيء ممكن ياكله او يتناوله يا ترى شو في حلول لهالمرض غذائيا في هيك شيء في له حلول للمرض هلا هو مانو مرض يعني هو طبيعه انه التحسس انا بعتبره طبيعه منا مرض طبعا نحن اول شيء نحكي شغله عن التحسس الغذائي تمام او التحسس الغذائي نحن في كثير اطفال بيعانوا منه مشان هيك نحن وقت بندخل تغذيه بنكون عم ندخل بهدوء وبمراقبه بنراقب هالطفل اذا في اكله معينه سين بالاكلات عملت له حساسيه فنحن بنوقفها بنرجع بنعطيها مره ثانيه محاوله اذا تحسس منها بنوقفها طبعا نحن عم نحكي لانه نحن بنبدا تدخيل الاكلات الصلبه من الشهر الرابع فنحن كونه عم نشتغل بهدوء وعلى مهل وشوي شوي انا اكتشفت الاكله تحسس منها ابني بلغيها ماني متلزم فيها بعمل محاوله ثانيه مشان ما اقول لا انا جرت على ابني ما تحمل بنرجع على السنه بنعمل له محاوله ثانيه لقينا الطفل تحملها كان بها على ثلاث سنوات ممكن يتحملها ما تحملها راح تمر الحياه طبعا في شيء اسمه ازاله التحسس الغذائي طبعا اجراء كثير صعب بصير بالمشافي متعب للاهل وللطفل ونحن ما بنلاقي له اهميه لانه اغلب المشاكل الغذائيه التحسسيه على ثلاث سنوات بتروح نادر ليضل عندك مشكله لبعدين تمام تعقيبا على هذا الحديث دكتور في كثير يعني مو كثير في نسبه معينه من الاهل عندهم فكره انه اذا ولد الطفل بمرض معين طفولي سواء كان يرقان ذات رئه بغض النظر شو من كان انه هن عندهم فكره انه بس يكبر حيضل معه او حتى ممكن يصيبه على كبر هذا الشيء صحيح ويا عمام ام لا لا اكيد لا نحن بالنسبه لنا نحن بنقول لهم بس يولد ابنك وعم يعاني من مشكله هلا في مشاكل طبعا هي تشوهات خلقيه هي ما فيني احكي عنها نحن عم نحكي عن الامراض اللي حول الولاده اللي شائعه اللي اكثر من شيء بنشوفها اكيد نحن بنقول لهم بس ابنكم طاب واخذتوه على بيتكم انسوه مرضه هي هجرة خلص هو صار تاريخ بالنسبه لنا يعني انا اذا عندي ارتفاع توتر رئوي ولا بقاء قناه شريانيه ولا ذات رئه ولاديه ولا دق اغشيه هلامي اللي حكينا عنه او اي شيء من هالاجراءات انا والله ابني عالجته طاب او يرقان اجا وعالجته طاب ليش بتضل كل عمري عايش انه هالطفل من 20 سنه والله اجا ذات رئه ولاديه لانه صفي انت بتصيري انت بتصيري انت تعاملي معامله خاصه وبيطلع طفل خاص صحيح. وانت ما بتحبي اكيد ابنك يكون طفل خاص اما نحن في عندنا امراض اكيد بتتشخص على الولاده هي امراض الاستقلاب طبعا ما بنحكي عنها كثير معقده واصلا هي نادره او امراض شوهات القلب الولاديه هي المشاكل اللي بنشوفها طبعا هي بتضل مدى الحياه هي قصه مختلفه تماما بس يعني هي مو مربوطه بالحواضن او بحديث ولاده احنا عم نحكي عن امراض حديث الولاده اللي هي مع العمر بتروح صحيح يعني هي خاصه بفتره زمنيه معينه متى ما تجوزتيها خلص نسيها اكيد ما رح تلاقي لك شيء عن طفل عمره 10 سنين صار من كل البيبيات عن جد ويخلي لهم اهلهم فوق راسهم دكتور شكرا كثير لوجودك معنا اليوم مع كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها يعطيك الف عافيه شكرا لكم ذكرنا من شوي بتقريرنا اسباب زياده الوزن بالشتاء هلا رح نتعرف عن الاطعمه اللي ما بتسمم بالشتويه خلونا نتابع التفاصيل بهالانفوجراف وهيك بتكون حلقتنا خلصت لليوم تابعونا الجمعة الجاية بحلقة جديدة وبمواضيع مختلفة
لا تنسوا تخبرونا اقتراحاتكم عبر بريد الصفحة. ما ضل غير نقول لكم تبقوا بألف خير يا رب.